Welcome to Double Like World. Once upon a time, in the year 2020, we faced incredible challenges. أحداث عظيمة. لكن إحنا الشباب همتنا أكبر من كل شيء. 2020 واجهناها بكل إصرار وعزيمة. Double Like. مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا ومشاهدي تلفزيون البحرين، طل عليكم عبر الشاشة وحلقة جديدة أكيد من برنامج دبل لايكم بعد إجازة الأعياد الوطنية. أدام الله علينا الأفراح والأمن والأمان على مملكتنا الغالية. ننطلق في هذه الحلقة وبداية أسبوع موفقة لنا ولكم بإذن الله، وحلقة ومحور جديد من دبل لايك. ومساك الله بالخير يونس. مساك الله بالنور والسعادة والرضا، حياك الله، مسي عليك بالخير، مسي بالخير على ضيوفنا الكنترول، المستمعين، مستمعي الأثيرين، أثير الإذاعة الشبابية 98.4 بالانضمام إلى إذاعة بحرين اف ام 93.3. نمسي بالخير على مشاهدينا الكرام، وهالمساء يتجدد أكيد بمتابعتكم وبمشاهدتكم في برنامج دبل لايك من الآن وحتى 7 مساء بإذن الله. وكالعادة نحب نذكركم في الدقائق الأولى أن احنا عندنا طرح ومحور أكيد نحطه كمحور للحلقة للحديث عنا، سواء معكم عبر الاتصالات أو حتى عبر اللايف من راديو بحرين، واتصالاتكم على 17-4-52-52-6. ونقدر نقول يونس أن موضوعنا اليوم يستحوذ على اهتمام فئة كبيرة من الشباب، من بنات ورجال. يمكن نقدر نقول في فترة من الفترات البنات كان عندهم الاهتمام الأكثر، ومن بعدها صار هذا الموضوع يهم الفئتين. لا أسد الاعتراض من بداية الحلقة، اعتراض بحضورك، اعتراض أسجل، اعتراض أنا حتى الشباب عاد لي الرابع يعني متأخر وصلوا على الدائرة يمكن. لا احنا لازم على ما قالوا لازم إيكوال شعوي الرابع. بعد احنا على ما قالوا نسوي رياضة ونتعب، حتى الوجبات الغذائية ياخذون منا 300 دينار. اي هذا توه هاي بنسأل الرابع توه يعني من 5 سنين. والله 300 وايد، والله ما يصير. اتصلت على مكان ذاك اليوم قال لي عشانك 280. قلت له حق شمال 20؟ قال تخابر اذا ما تبي توصلتين انت يعني البترول حاسبها. وين الكود اللي عطتك اياه ياسمين؟ ما استخدمته؟ ايش كوده؟ الكود اللي عطتك اياه ياسمين مال الوجبات الصحية في وين ما عطتك ياسمين؟ بس انا تنقي ياسمين، لان احنا حتى يعني اسولف مع فريق الاعداد قبل يومين اقول لهم يعني مع البر زاد اكلنا، صرنا ناكل 6 وجبات في اليوم. تدور لك تبرير تحط البرد حجة، ولو انه يعني اللي يبي يكون اللي يبي يكون نظامي يكون نظامي عاد صيف ولا شتاء مهما كانت الاجواء. اذا الموضوع واضح تقريبا من حديثنا في البدايه، نقدر نقول ان احنا اليوم بنتكلم عن الانظمه الصحيه، عن الحياه الصحيه كلايف ستايل، عن الرياضه ووجودها واهميتها في حياتنا، عن اصحاب التجارب مع عمليات السمنه. كل هذه المحاور وكل هذه التجارب مع اشخاص مختصين او اشخاص مجربين لهذا الموضوع راح يكونوا معنا داخل استديو بحرين فأم. إذن ننطلق في حلقة اليوم وتحديدا محورنا الحياة الصحية. لكم أجمل تحية منا من خلف المايك الزميل يونس العيد، وهذه تحياتي نيلة الروعي. تحييكم هيا الأنصاري وياسمين مفيد ونور القاسمي، هالتحايا تأتيكم من فريق الإعداد الثلاثي الخطير، المبدعين من الإخراج الإذاعي حمد بوغيس وفاطمة كمبر، أستاذنا الكبير والقدير المخرج التلفزيوني شريف عطاي. تمنى لكم بداية أسبوع موفقة. إذا موضوعنا اليوم الحياة الصحية، واللي يحب يشاركنا بس يجهز سؤاله من الحين، وإحنا على نص الحلقة أكيد راح ناخذ بعض الأسئلة. اتصالاتكم على 17-4-52-52-6. ولا شك نرحب بضيوفنا الموجودين معنا داخل الاستديو. في البداية إحنا بنمسي بالخير على ضيوفنا المتواجدين، ولكن راح نبتدي من يمين شاشة تلفزيون مملكة البحرين. نرحب بضيفنا الأول مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هو خريج هندسة ميكانيكية من جامعة البحرين، مؤسس لشركة عمق للحلول الرقمية، مسوق رقمي محترف بشهادة احترافية من إيرلندا وتحديدا من معهد
DMI، وهو ممثل مسرحي وحاصل على أفضل ممثل مسرحي في مهرجان الصواري. في فبراير 2019 قرر القيام بعملية تكميم بعد بعد تعرضه لعدد من الضغوط الناتجة عن العمل. بلغة الحب والاحترام نرحب بعبيدة العنزي، حياك الله. يا هلا يا هلا ويا مرحبا، حياك الله الشيخ. يا مرحبا، منور سلمك الله. نورك طال عمرك. هذه الوجه السمح ما يبين انه ينضغط عليه. والله ضغطوني. الله يسعدك. والله ضغطوني. الله يسعدك. فعليا تنمر يعني يقدر يقول. والله وايد شبعوا مني قال متنمر علي. حياك الله ونورنا سلمك. يا هلا ومرحبا فيك عبيدة. أما ضيفنا الثاني متخصص في علوم التغذية العلاجية والحميات من جامعة شارجة بالإمارات العربية المتحدة، خريج لعام 2019 ومتدرب في مستشفى الملك حمد، رياضي في مجال بناء الأجسام ومتطوع في 444، أستاذ ومدرب في تحدي حكومة الشارجة لمدارس الشارجة الخاسر الأكبر. مسي عليك بالخير معاذ. مسيت بالنور أختي. معاذ النجم، سعداء بتواجدك معنا، وأكيد إحنا نبي نسمع رأيك التخصصي بعد شوي في كثير من الشغلات اللي إحنا بحاجة أن نعرفها عن الحميات الغذائية والطرق العلاجية والصحية فيها إن شاء الله. اليوم المشاهد الكريم والمستمع الكريم هو الرابح الأكبر بتواجدك سلمك. إن شاء الله. هي كلمة الخاسر تخوف شوية، ورا ما يقلبون مسميات في المسابقات الوزنية، خاسر الأكبر سموه الرابح الأكبر، عطوهم دفعة معنوية أهل الأوزان، مو بنقول أحجام الأوزان، أضبط شوية شوية. طيب احنا مستمرين معاكم أكيد بالترحيب بضيوفنا الكرام مستمعينا ومشاهدينا. ننتقل أيضا إلى ضيفاتنا اللي موجودة معنا في الاستديو منورتنا. هي متخصصة في التغذية العلاجية والحميات من جامعة البتراء في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤثرة وتنشر أيضا محتوى توعوي على شبكات التواصل الاجتماعي، عضو في فريق نبضة حياة للإسعافات الأولية، وتعمل على افتتاح مشروعها الخاص المتخصص في التغذية. تعلن عنا اليوم إن شاء الله في برنامج. أنت سويت بوم إلى المفاجأة، ما حد يدري ترى. لا إحنا المقدمة هي اللي تعطي المحاور على طول. مشكورين على الاستضافة. حيا الله أبرار عمران. اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله تمام. امورك زينه؟ الحمد لله كل شيء تمام. النوت وترتني شوي. شوفي انا النوت عندي 600 نوت، يعني 600 ملاحظه. أي. في نوت او ملاحظه واحده يمكن فيها 28 29 سؤال، كلها استشارات. استشارات مني ومن الرابع. ما شاء الله. على فكره ابرار قبل الهوى كانت تقول حق معاذ البنات مكتسحين بهذا الموضوع. أي. ولا ايش رايك؟ احنا يعني دائما محتلين. يعني تشوفين حتى المراجعين اللي عندي 70% نسوان. حتى في الفولوورز في الانستغرام اذا اشوف الانسايت يطلع لي الومن دائما هم مكتسحين ما زالوا حتى اليوم، رغم ان يعني الفكره السائده ان الاهتمام بالمظهر اليوم بالنسبه للجنسين مهم سواء امراه او رجل، لكن ليش مستحوذ على اهتمام النساء بدرجه اكبر؟ المرأة دائما هي عندها هذا الشيء، خلنا نقول مثل الفوبيا، دائما يهمها شكلها، يهمها شلون نظرة الناس إليها أكثر من الرجل. ولكن أني أشوف بعد مثل ما تفضل الضيف قال إنه وهو تعرض للتنمر، المرأة دائما هي قبل لا يتنمر عليها هي تهتم في هذا الشيء، وهمها شلون نظرة الناس إليها. نعم. والحين بعد مو بس صار مسألة مظهر، صارت الناس تنجذب إلى الصحة. وشوفي شلون في 2020 تغيرت الأفكار. أكيد طبعا. صار يعني الموضوع صحة يعني أكثر من ما يكون مظهر وشكل. نعم صحيح، اتفق وياك في ان الموضوع اليوم لما يمكن يونس نتكلم عنه الناس بدات تركز في صحتها، يا ترى شو ناقصني من الفيتامينات، شنو احتاج له، شنو عندي مرتفع، شنو عندي نازل. التشيك اب صار مهم ككل لصحه الناس، ويحاتي اذا كان زياده الوزن سبب في خلل اي جوانب صحيه او ممكن لا قدر الله يسبب له حتى امراض. عبيده انا ابي ارجع حق سالفه التكميم ولكن بناخذها عقب ان شاء الله، ولكن سويت التكميم في 2019. في 2019. في 2009. في 2009. قبل 2019 شنو كان اللايف ستايل تبع عبيدة؟ أكل. 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 فاست فود. كل شيء. أشكرك. كل شيء. حط يدي بيدك. ترى الفاست فود ما في شيء بس إحنا ماخذين عنه فكرة سيئة. تحس إن السمنة بس من الفاست فود؟ عاد يبي يقول لنا عبيدة الحين. ها. طبعا بداية أوجه لكم شكر جزيل مني أنا شخصيا إذاعة البحرين على هذه الاستضافة الطيبة. يا حياك الله يحييك.
شو أقول لك وشو أحكي عن موضوع الأكل؟ بيني وبينه قصة غرام أمانة يعني، وبين كل شاب ووجبة في قصة ما حد يعرفها إلا الشاب نفسه. فلما يتكلم عن الأكل شيء جميل، الأكل شيء جميل، متعة تستمتع وانت تاكل. يعني انا ما كان عندي اي مشكله ان انا اطق مكبوس الفاير، ما عندي اي اشكاليه، وما طلبت هالشيء من والدتي وما قصرت فعلا، الفاير مكبوس، فهذه شيء عادي كان بالنسبه لي. لكن ليه ما وصلت لمرحله ان عقب ما تخرجت من الجامعه وين الوظيفه يا جماعه؟ انا خريج جامعه البحرين هندسه ميكانيكيه، ما في وظايف، ليش يا جماعه ابي اشتغل؟ فكنت ادخل انترفيو مره ومرتين وثلاث من أكبر شركات في البحرين، ولكن الرفض كان يجيني. ليش؟ لأن وزني جدا عالي جدا، سبت الوزن. فطبعا وزني كان قبل العملية بكم دقيقة كان ما يقارب 250 كيلو. ما شاء الله، لا إله إلا الله. والحين الحمد لله يعني راحت هذاك الكائن اللي كان في ذاك الوقت اختفى خلاص. الحين إنسان جديد، ما زلت محب للأكل ولكن بطريقة شوي نظامية. إنزين، يعني ما زلت أشوف إن الأكل يعني شيء لابد منه. عرفت؟ طبعًا الفيتامينات وهذه الأمور أكيد طبعًا بيصير عندك اللي هو نقص في الفيتامينات. أتوقع إن كل إنسان أساسًا عنده نقص في الفيتامينات، قد يكون فيتامين D أو فيتامين C، وطبعًا وايد ناس عندهم نقص فيتامين D. زين، لأن إحنا طبعًا ما نتعرض لأشعة الشمس وغيره. ف يعني موضوع التكميم يا في وقته، وطبعًا والدتي هي أكثر شيء كانت تحن عليه، سوي تكميم سوي تكميم سوي تكميم سوي تكميم، وهي اللي سافرت معاي طبعًا خارج البحرين. ما سوينا العملية في البحرين لأن ما في ولا دكتور في البحرين رضى إنه يسوي لي العملية، لأن وزني كان وايد عود بالنسبة له وما عنده أي تجربة سابقة مع هذه الأوزان. نعم نعم، وجميل جدا عبيدة أنك وضحت الرقم، لأن إحنا تحديدا يمكن اليوم ما نبي ندفع الشباب أنه يتوجه لمثل هذه العمليات، عمليات السمنة، إلا إذا كان الرقم فعلا ما يساعد أن الشخص يحط نفسه تحت نظام غذائي. إذا نحن نتكلم عن وزن كبير، عن رقم كبير، يمكن كان الموضوع out of control، لذلك أنت لجأت إلى عمليات السمنة. الحديث مستمر مستمعينا مع ضيوفنا الموجودين معنا داخل الاستديو حول الحياة الصحية. إذا استقبل اتصالات أيضا متابعين الكرام على 1-7-4-4-5-6. انتقل لك معاذ. اليوم أنا على أخوي. أيه. بغيت بس أوضح فكرة أن يعني هذا مو الحل. الحل مو أنه يعني أنا مو ضده. طبعا هاي اختيار شخصي وما اقدر اقول حق احد اختار يعني اختيار شخصي اقول له انه ترى اللي سويته غلط. انا اليوم حق المستمع ان القص مو حل. ابدا ما كان الحل. ليش يا للرفض هني من الدكاتره كذا كذا مكان؟ صحيح صحيح، لان اذا كان المتن يسبب مثلا قاعد يسبب له امراض السكر او الضغط او اشياء يعني تخربط الامور، ف هني ممكن انه يكون حل، بس انه ما يكون متواجد ايا كان من الامراض المزمنة او الضغط اللي هو يعني. فهذه مو الحل. الحل انه اللايف ستايل تغير مالك. طبعا تبي تنزل وزنك، اللايف ستايل مالك لازم يتغير. يعني خلينا نقول نحن نسحنا ويا الرابع نقول غير رابعك. طبعا اذا رابعك يعني اللايف ستايل مالهم مختلف غيرهم، بس هذه يعني بس نقولها عبارة بس مو صدق يعني. أيه. الواحد يسحب على رفيجة. صحيح. فيعني اتباع نظام صحي. طبعا البداية كل شيء بدايته يكون صعب، بلاش ما في ولا شيء ابتديته أول مرة يكون سهل. نفس يعني كل شيء صعب مع التجارب مع الخبرة، مع لازم طبعا تغير اللايف ستايل يعني مالك. مو أنه أنت تغير يعني بس تختار نوع من المطاعم. لازم الواحد يخذ تجارب أنه يطبخ يتعلم. يعني أنا يوم كان عمري تقريبا 11 سنة بديت أطبخ. طبعا الوالدة تدش علي تقول شو تسوي بتحرق البيت، تهلاي مي ما أنا ما أحب الخدامة تطبخ لي صراحة، يعني ما أثق فيها، لأن لما أقول لهم مثلا تحطوا لي زبدة أو شيء لازم يعني بالخش شيء. فأقول لهم إنه خلوني أنا أتعلم. يوتيوب ما قصر، استاذ يوتيوب، جوجل، تعلمت ريسيبيز أسوي لي إياها في البيت، تعلمت كل شيء بروحي تعلمته في البيت. طبعا الناس كانوا يقولون لي شلون الكبار تطبخ؟ قلت لهم لا، انا بخلي الاكل يكون لذيذ.
طبعا مو اكل دايت يعني يكون ماسخ يكون يعني من غير طعم، لا هاي غلط، هاي غلط، هاي مو اكل يعني انت الجدول، الجدول الممتاز بناء على ستايلك ومودك والاشياء اللي انت تقدر من البدايه تبتدي فيها لايف ستايل صح، من بعد ما كان لايف ستايل مالك شويه لك عليه صح، مو مشكله تبي تدخلك شيء شوكليت، تبي تدخلك شيبس في اليوم مو مشكله، مو مشكله كلش مو مشكله. تشربون كوفي؟ طبعا بلاك يس. فاصل شربهم قهوه وراجع لكم. يا مساء الخير عليكم مجددا مستمعينا ومشاهدي تلفزيون البحرين، وحلقة اليوم من دبل لايك تتكلم تحديدا عن الحياة الصحية، وضيوفنا اللي منورينا داخل الاستديو أبرار عمران وعبيدة العنزي ومعاذ النجم. وأبرار كونتش أخصائية، يمكن احنا قبل الفاصل نقدر نقول انه صار تناقض في الآراء، عبيدة شخص خاب تجربة تكميم ووزنه وصل الى 250 ففضل انه ياخذ هذه التجربة كطريقة حتى ينزل من وزنه. أما معاذ يقول مو بالشرط أن الواحد يلجأ إلى عمليات السمنة، هو قادر أن ينزل وزنه بطرق صحية أفضل من العمليات. رأيك في هذا الموضوع؟ صراحة أنا مع الاثنين، يعني هذه العمليات إحنا دائما نقول هي الحل النهائي، يعني عندما لا تكون الحمية والرياضة الحل، يعني ممكن الشخص يدخل في تجارب كثيرة يتعب خلاص وما يشوف نتائج كبيرة. في ناس يعني يختلف على قولتهم للصبر حدود. نعم. كل شخص إلى حد ما. في ناس جربت يعني آلاف الأشياء، عندي مراجعين يعني كل شيء جربوه، راحوا لكل الأخصائيين والدكاترة، جربوا حتى في برا من الكويت وأجانب، ما يشوفون نتائج دائمة. ليش ما في نتائج دائمة؟ هني نسأل، هني نحط question mark، لأن الأساس وطريقة التجربة كانت غير صحيحة. ممكن إحنا المفهوم الخاطئ اللي أخذناه عن النظام الغذائي هو الحرمان، أساس الحرمان. وأنتي تعرفين هذا الشيء لما تسألين شخص عنده تجربة في تنزيل الوزن، تقولين له شلون نزلت وزنك أو على أي أساس نزلت وزنك، يقول لك كلمة وهي ما أحبها أبدا، يقول سكر حلجك أو أن لا تأكل. هذه الكلمة دائما يقولونها وأنا ضدها 100%. هذه ما تمثل التغذية الصحية، لأن النظام الغذائي الصحي مو يقول لك لا تأكل، لا أكل. وحتى في القرآن الكريم مكتوب كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني هو مو ممنوع الأكل. وشنو قال شنو اسم ضيفنا نسيت؟ عبيدة. شنو قال عبيدة؟ قال أنا أحب الأكل وأستمتع في الأكل. هل حرام إن إحنا نستمتع في الأكل؟ لا، هذه نعمة من رب العالمين، يعني المفروض ان احنا نستمتع بهذه النعمه، ولكن احس ولكن ايه اي لا افراط ولا تفريط. يا سلام. ولا تسرفوا، يعني هذا الشيء المفروض احنا نشغل دائما الوعي والكنترول اثناء الاكل. نعم. مثل ما قلت هذه عمليات السمنه هذا علم. نعم. هذا اطباء طلعوا دراسات، ما يصير احنا نقول ان هي خاطئه او هي يعني احنا ضدها، لا مو ضدها، ولكن انت تلجأ ليه اذا انت جربت والتجارب كانت ما فيها نجاح. نعم. ما بقول فشل ولكن ما فيها نجاح كبير، إذا بعدين تلجأ إلى هذه العمليات. وإحنا نقول إذا كان السمنة مرتبطة بأمراض مزمنة، مثل ما قال زميلي الأخصائي أنه لازم تكون مرتبطة بأمراض مزمنة مثل الضغط. نعم. والسكري وارتفاع الكوليسترول، أمراض القلب، هني الجراح راح يقول لك سو تكميم. ولكن الحين صار التكميم ولكن الثانية، ولكن الثانية. نعم. الحين انتشر التكميم بطريقة تجارية. نعم. يروح شخص هذه خلنا نخلي عقب هذه، هاي بنرجع له بعدين بحش فيهم الموضوع التجاري. احنا شو القهوة موجودة، نبيك خذ راحتك عبيدة، انا الحين باصب لكم القهوة بلاك عليها الكلام، حتى طول الفاصل طويل ترى، طولت القهوة. وعبيدة وقت الفاصل قال انا برد على معاذ، لان معاذ ختم قبل الفاصل وقال ما المفترض الواحد يلجأ على طول إلى عمليات السمنة، أو قلت بالمجمل معاذ أن هذه الفكرة من المفترض تكون مستبعدة وأن الواحد يحاول حتى ما يخسر صحته إذا دخل إلى عمليات مثل التكميم أو غيره. صحيح، هو ما راح يخسر صحته بس. نعم. أنه يعني ممكن يواجه أشياء بعد العملية. يعني ممكن أن نزول وزنه يكون أكثر شيء بالعضل،
يكون عنده مضاعفات، يكون عنده نقص في الفيتامينات لانه ما يقدر ياكل شيء. نعم. اوكي يمكن يعطونه على الاي في اللي هو من السنان، بس انه ممكن انه يعني في مرضى شفتهم انا كنت اتابع وياهم في مراحل، هي خلينا نقول خمس مراحل تبتدي بالغذاء الشفاف. معاذ كلام كلامك على متى ما بس القهوه تسلم حط لي شكر اخوي تسلم لا 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 صحيين احنا بدون شكر حط لي شكر اخوي حط شكر اي نعم من صدقك صراحه انا القهوه بشكر ما اعتبرها قهوه مو ضدك والله معاذ معاذ الصف الصف مع يونس عبايده مو ضدك عبايده حط لي شكر اخوي الحين مصمم حطوا له شكر انا اللي تشوفونا في التلفزيون يعني شكر هناك يلا حاضر حاضر سمعين يستاهل عبايده اي والله يستاهل ما يخالف عبايده بس عشان اليوم المحور الحياه الصحيه فخلينا مركزين على الموضوع اشربها اليوم عشان من غير سكر فنبتدي نرجع للمراحل الخمسة المراحل هي المراحل أول شيء يعني ما راح يخلص العملية وعلى طول يرد على طب الأكل الطبيعي نعم. شيء أكيد يعني لأن قص المعدة ما راح يتحمل فتبتدي معاه بع الغذاء السائل اللي هو يكون خلينا نقول مثلا المرق مال الدياي المرق مال اللحم هي خلينا نقول ثلاث أيام ويبتدي بالفول ليكويد اللي هو يعني يتطور شوي يحطون له بس المرحلة الثالثة يبتدون مع السوفت السوفت الأشياء اللينة المشت طبعا كل مرحلة ما راح يتعداها إلا إذا تقبلها نعم. يعني خلينا نقول كان على الغذاء الشفاف وراح حق خلينا نقول السوفت إذا ما تقبل السوفت نرجع حق اللي قبلها نتم يومين ثلاث ونرد نجرب ليه ما يتقبلها بعدين يعني نحاول الرد حق الأكل الصلب نعم. اللي هو أكل طبيعي بس في أشياء مثلا العين الأشياء الخبز ما خبز الفاستا هاي أشياء استبعدها ليه تقريبا خلينا نقول 6-4 شهور نعم نعم حلو يعني بحديثنا عن ما بعد التكميم والمراحل اللي مر فيها خلينا نسمع رد عبيدة 250 ومعاذ أنا اللي أنا بحرض عبيدة عليك 250 ومعاذ يقول لك قهوة عشان يرضى علي مو شرط تكون بحاجة إلى اللجوء إلى عمليات السمنة شو تقول في هذا الموضوع عبيدة طبعا أنا أحترم رأي أخوي معاذ زين واحترم مجال دراسته طبعا هو كافح يعني في هالمجال ولكن انا بعد كافحت لما وصلت 250 يعني ترى ما وصلت له بسهوله يعني بالعكس انا ترى انا بعد مكافح يعني في هاي المرحله زين في نفس الوقت انا اقول لك ان ترى شوف انت كضعيف زين ما راح تحس بمعاناتي يوم كنت انا متين هاي شيء صحيح يعني مستحيل لو شو تسوي لو شنو كنت دارس زين لو حتى لو مطبق هذا الشيء على اي مجسم كان عندك ما بتحس بالمعاناه اللي انا كنت احس فيها صح. زين وانا طبعا يعني ما قاعد اقول هذا الحكي حق اللي هم اللي اوزانهم في الثمانين واللي 100 يعني ليه 125 انت تقدر تضعف زين لكن انا اتحكي عن الاوزان اللي خلاص يعني ما في حل عنده ما في حل الا انه هو يلجا حق عمليات السمنه سواء كانت تكميم او تحويل مسار او ايا كان وانا انصح يعني انا عن نفسي انصح بالتكميم وتحويل مسار حق اصحاب السمنه المفرطه اللي هم اي نعم يعني اللي خلاص ما قدر يعني يحس روحه انه شويه بينفجر صح من باب تجربه طبعا اي نعم من باب تجربتي انا طبعا إن شاء الله يوفقكم ويستر أموركم إن شاء الله الحديث شيق معاكم بنشرب القهوة ونستقبل المكالمات على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6 معانا أبرار عمران معانا معاذ النجم معانا صاحب تجربة عبيدة العنزي حياكم الله يعني الاستفسارات مفتوحة أبرار أكيد مفتوحة الاستفسارات أكيد يلا حياهم الله يستغلوننا يلا اي موجودين عشان حتى الموجودين على اللايف عندهم مجال انه يتركون الاسئله ناخذ شويه اسئله من لايف راديو بحرين احنا ما زلنا موجودين معاكم وكذلك على ارقام هواتفنا 1-7-4-5-2-5-6 جاهز للاتصال
إذا حتى يجهز الاتصال برجع بسؤالي لك أبرار، ويمكن نقطة المادة ذكرتيها قبل شوي وإحنا نبي نوقف عندها، مو بس من ناحية الاستغلال التجاري الحاصل اليوم على عمليات السمنة بشتى أنواعها. اليوم صار يلجأ مو بس اللي يعاني من سمنة مفرطة أو من وزن كبير، يلجؤون حتى الأوزان المتوسطة لأن الأبواب مفتوحة والإعلانات دائما تكون مغرية بسعرها وبتجربتها. ناخذ اتصال بعدين جاوبيني على هالموضوع. أم عمر مساك الله بالخير. مساء الفل، مساء النور. الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. أهلا فيك يا حبيبتي، الله يعطيكم العافية جميعا. بس أنا عندي سؤال. تفضل. بالنسبة لنزول الوزن، أنا صاحبة وزن كبير على فكرة مش قليل، وبالرجيم الحمد لله ماشية شوط حلو قوي، وكنت من الناس اللي كانت ناوية تعمل تخمين بس ربنا ما أردش، فماشي على الرجيم. بس عايزة أسأل سؤال، يعني المفروض الأسبوع مثلا إيه المعدل الطبيعي، أو في الشهر إيه المعدل الطبيعي لنزول الوزن، يعني كم من كيلو؟ نعم واضح السؤال يا أم عمر، بعد شوية نسأل الإجابة. في مداخلة معاها تسألونها شيء؟ لا 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 لا. طيب سؤال ثاني. سؤال تاني، إيه الأشياء اللي ممكن الواحد يأكلها أو يشربها أو شيء تخلي المية اللي موجودة في الجسم تنزل من الجسم؟ حلو، بس هاي السؤال إنه يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك، شكرا. السؤال الأول عند أبرار، المعدل. معدل نزول الوزن يكون بطريقة صحية، طبعا ما راح يتقبلونها لأن الناس ما تحب النزول البطيء. إذا أقول لهم دائما ينصدمون، أن في الأسبوع الواحد من نص كيلو إلى كيلو فقط، يعني في الشهر المفروض من كيلوين لأربعة كيلو، هذا إذا شخص وزنه بشكل طبيعي. بس اللي عندهم سوائل مثل ما هي تفضلت أن احتباس سوائل، عندهم يعني وزن جدا عالي، يقدرون ينزلون أكثر من أربعة كيلو، يصير خمسة كيلو كذي، لأن غير الدهون بيكون في عندنا سوائل ممكن عضلات تنزل، ولكن الطبيعي من كيلوين لأربعة. وسؤالها الثاني شنو كان؟ احتباس السوائل، شنو الأغذية اللي قادرة أن تنزل السوائل؟ ممكن أن تشرب الكافيين ممكن ينزل السوائل، بس أشياء ثانية صراحة هذه لازم، يعني إذا عندها احتباس سوائل مثلا خلينا نقول يمكن المرة فيها السكر أو شيء، ترجع للطبيب. إيه ترجع للطبيب، ممكن يعطيها أشياء أن تنزل لها السوائل. نعم. ممكن أضيف على الأخ أكيد. احتباس السوائل مثل ما قال أنه ممكن يكون مرتبط بمشكلة عضوية في الجسم، مثل الأمراض المزمنة، ضغط سكري، الغدة، خمول في الغدة الدرقية، ممكن أثناء الحمل، أثناء الدورة الشهرية عند البنات. شلون نخفف السوائل من الجسم؟ أن احنا أولا لازم نشرب ماء. أكثر الأشخاص ممكن اللي عندهم سوائل أن ما يأخذون احتياجهم الكافي من الماء. نعم. فجدا مهم ترطيب الجسم من الداخل، ترطيب الخلايا، نركز على الأشياء اللي فيها بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم. هذه الأشياء موجودة في مشتقات الحليب، ممكن موجودة في السيفود، موجودة في الفواكه والخضار. نعم. يعني الألياف لازم تكون موجودة في نظام الغذائي، وأبتعد عن الأشياء المملحة، مو شرط الملح نفسه في الملح الطعام، ممكن الأكلات الفاست فود، المعجنات، الصوصات اللي في السلطة والأكل، الشربات الجاهزة، هذه ممكن تكون عالية بالصوديوم وتحبس سوائل في الجسم. جميل. نعم. ناخذ اتصال فاطمة، مساك الله بالخير يا فاطمة. مرحبا فاطمة. ألو. يا هلا، مرحبا أخوي، مساء الخير. مساء النور والسعادة، حياك الله يا فاطمة. خير عليكم جميعا، يعطيكم العافية وشكرا على هالبرنامج الرائع، وصراحة موضوع شيق جدا جدا بالنسبة للي يبون ينزلون أوزانهم وهم المرضى. طبعا أنا مريضة كوليسترول، والكوليسترول عندي في الفترة الأخيرة 223. أوكي. بس مو متينة، وزني 63. أوكي، أبي أعرف شلون ممكن أنزل من الكوليسترول من غير ما أستخدم أدوية، لأن الدكتورة ما وصفت لي، وحاولت أن أسوي نظام غذائي بس من غير استشارة الطبيب، يعني حسب ما أشوف أكل أشياء طبيعية مثل الفواكه الخضار، حاولت أستثني العيش شوي من أكلي. نعم. ولكن لازلت أشعر تعب، يعني ما أحس أنه نزل بالمستوى، يعني طبعا هذا عقب شهرين حاليا أني أتكلم من اتخاذ نظام غذائي جديد. فهل ممكن من الأستاذة أبرار أن تساعدني في مثلا في شوية معلومات أقدر من خلالها أنزل الكوليسترول من غير استخدام أدوية؟ واضح سؤالك يا فاطمة، شكرا لاتصالك. نسمع الإجابة أبرار. طبعا
هي تقول انها تبي تستبدل النظام الغذائي بالادويه. نعم. فهي ماخذه هالمسؤوليه. طبعا في اشخاص يجون يقولون ايش يصير نترك الادويه ونسوي النظام، اقول لهم ما يصير، لازم اول تسالون الدكتور المشرف عليكم وبعدين ترجعون لي. بس هي بما ان هي ما راحت اصلا للدكتور، بالامكان تغيير نتائج الفحوصات الى نتائج جيده عن طريق النظام الغذائي والرياضه، ولكن النظام لازم يكون قليل بالدهون المشبعه. نعم. الدهون المشبعه موجوده في الاشياء الدسمه، يعني الزبده، الاشياء المقليه بزياده، الدهن الغزير، فاست فود. اركز على الفاست فود حبيبك. انا بستطرد نهايه الحلقه على الفاست فود يعني. فاست فود قال فاست فود. انزين الاشياء السويت، الدونتس وهي الاشياء بعد، هاي مقليه بعد، بعد الدونت حبيبي خط احمر. يعني بالنسبه لفاطمه قالت الكوليسترول عندها 223 اساسا. أيه هي ما تعاني من زياده وزن، ما له دخل، ما له دخل، ما له علاقه في بعضها. يعني واجد في اشخاص اوزانهم ممكن تفكرين يقولون وزني مثالي، وزني مثالي، ولكن لما يسوون فحوصات دم يشوفون مشاكل، عندها خمول في الغده، عندها ارتفاع في الكوليسترول، عندها دهون على الكبد. نعم. هذا الشيء ما له دخل بالوزن، لازم تعرفون ان اذا السبب ابرار سوء انتقاء للمأكولات اللي الواحد يختار. فنظامنا لازم يكون قليل في الدهون. في أشياء يفكرونها الناس دهن بس الدهن القلي، في أشياء دهون تأكلونها وتحسبونها صحية. يعني الحين المكسرات صحية. نعم. بس هي كلها دهون، انتم تاكلون شيس كامل حب شمسي ومكسرات وهو هالقد المفروض، فيعني يفرق الكمية. بنرجع لك بس بعقب ما ناخذ اتصال شيخة. شيخة مساك الله بالخير. أحلى باقة ورد، وردة وردة لكل الموجودين. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساك. يا هلا ومرحبا فيك يا شيخة، تفضلي. عندي سؤال. تفضلي. أنا كنت إنسانة مستهترة، ما كنت أحافظ على صحتي. نعم. وصل وزني 245. نعم. إنسانة بس قولي لي مثلا هذه الوجبة رح تأخذ، هذه الحلوة رح تأكله. إنسانة ما كنت أفكر. نعم. صرت من إنسانة لإنسانة ثانية، قلت برحق دكتور وبتأكد وبتشيك. أنا مريضة سكر، كان السكر عندي ما ينزل عن 500. ألف لا بأس، خارج من الشر. ما ينزل لدرجة أنه كنت يعني أثر علي وايد. دشيت على العيادة اللي كان عندهم الميزان في مشكلة. قمت أنا وركبت على الميزان، تخيلوا والله العظيم الميزان كان شاير. أول ما ركبت صح جارت من الميزان صح جارت مات. قال الدكتور اللي يقول دخلوها هذه البيش من ذي، يعني كلهم الممرضين يعني حتى هناك كانوا يضحكون. أنا استشعرت، نزلت راسي ما أعرف شو أسوي. دشيت اللي يقول لي أنت، أنا أوريدي يعني يا ما راح أجي الدكتور مسوي فحوصات ورايحت له جاهزة، بس كنت أبي أمشي على حمية غذائية. نعم. اللي يقول لي عندك السكر، الكوليسترول، الدهون الثلاثية، وصلت لي الدهون الثلاثية، يعني لدرجة أن حتى السمنة أثرت على عيوني. قال لي لازم عملية، وفعلا رفضوا يسووا لي العملية أساس أنه وزني. قلت الحين أنا أسوي عملية ليش؟ خلنا أبتدي step by step. نعم. بديت بأكل صحي، ما بصدب، عانيت كنت أدور السكر. أنا إنسانة من النوع يعني حتى قبل لا أركض كنت أكل شوكولات، يعني إذا صدي تحبيني يبي لي سنيكر، فخفت على روسي لدرجة كنت مستهترة. شيخ الحين كم وصال؟ إحنا أنت شوكتينا. وش صار الحين؟ مشيت، بديت أول شيء مشي نص ساعة 45 دقيقة ساعة، بديت أكل غذائي، بديت أول شيء تحديت نفسي في البيت. قلت أحب مثلا المشوي، شلت العيش، كنت إذا أشيل الأكل اللي ضرني كنت فعلا أصيح. الحمد لله رب العالمين، خلال 8 أشهر وصلت من 245 إلى 86. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وكنت أعاني بعد، دشيت جم وكنا المجربة ما عندها إلا شيخة أربعة. قلت لها لا خلاص شيخة. ليش يقولون اللي متان إذا ضعفوا تروح منهم خفة الدم؟ ما شاء الله عليك خفة الدم. وتخيلي والله العظيم لأن كانوا يقولوا لي جبة مثلا كنت أخذها بإيجابية. يعني أنا أول ما بديت الرجيم
كنت أقول بيني وبين نفسي لا للطاقة السلبية. قالوا لي متينة طعصي التي خدود إن شاء الله. قمت أكل الأشياء الصحية. كنت أخاف على شعري للأمانة. حيلت على إرادتك يعني شيخة. يفقد عرفتي. نعم. ما بس شيخ بس شيخة للأمانة إحنا خلنا نكون واقعيين يعني شيخة الله يعطيك الصحة والعافية ومشكورة. إحنا نتكلم من 245 ل 86 إنجاز هذه إنجاز يعني. نعم. شكرا على الروح الجميلة وشكرا على هذا الحضور الجميل وشكرا على الرسالة اللي أنت وصلتيها من خلال أسلوبك حق الناس يعني اليوم. أوكي في حلول خلنا نقول A B C D أنت حاولتي وما شاء الله مرت عليك مجموعة من المواقف لكن ما شاء الله شيخ أنستوببل عدل قلناها أنستوببل فما شاء الله عليه الله يحفظها مشكورة يا شيخ. أعود لكم من جديد ومكملين هذه الحلقة من دبل لايك وحلقة شيقة بمحاورها وكل الاتصالات والتجارب الحلوة والأسئلة اللي قاعدين نسمعها من المتصلين. أكيد اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 وضيوفنا الأخصائيين أبرار عمران ومعاذ النجم أخصائيين في التغذية وصاحب تجربة في التكميم عبيدة العنزي. نرجع للاتصالات من جديد ومن بعدها نسترسل في بعض المحاور المتنوعة في موضوعنا اليوم. مرحبا مساء الخير. يلا لما يجهز الاتصال. طيب نرجع لك عبيدة. أنا بتكلم عن ما بعد التكميم. شنو العوامل النفسية اللي يحتاج هنتكلم عن تجربة شخصية. العوامل النفسية اللي أنت كنت مريت بها أو كنت تحتاجها سواء من الأهل من الأطباء من المحيط اللي حولك من العمل أي كان شنو كنت تحتاج ما بعد عملية التكميم نفسيا؟ شوف هو أهم شيء أنت تكون راضي عن نفسك. عرفت يعني يعني لا تهتم شوي براء الناس زين. أهم شيء أنت تكون راضي عن نفسك وراضي عن اللي وصلت له وراضي عن اللي بتوصل له. طبعا أنا في فترة من الفترات في رمضان شاركت في مسابقة حق جمعية من الجمعيات الشبابية كانت مدينة عيسى. من اللي يضعف أكثر شيء في شهر رمضان. حلو. مع أن شهر رمضان معروف شهر الأكل. صح. فالناس تزيد يعني الناس تزيد في شهر رمضان. فكنا مجموعة كبيرة يعني من الشباب والبنات. فالحمد لله أن يعني ما يقارب 30 شخص إحنا كنا شباب وبنات. طلعت أنا الأول عليهم في نزول الوزن. طبعاً لوزن الوزن أنا عندي لعبتي يعني أنزل يعني ما عندي مشكلة أنزل قد ما أقدر. يعني أنا ما عندي يعني نظام اللي هو أنزل كيلو كيلو ونص في الأسبوع. لا هذا ما يمشي معاي. ضربني. يعني ما يمشي معاي. لا لا يعني هو يمكن بحسب تجربة تجربته أو طبيعة تكوين جسمي. يعني أنا يعني أتحكي عن قبل التكميم أذكر في شهر نزلت 17 كيلو ونص. في شهر يعني دايت عادي بس اخفف اكل ويعني واروح للجيم ماشي وارد ماشي بس يعني كنت يعني هاللون بس بعد ما يعني لا اخوي تبي حل سريع يعني احنا الحين في عصر الحلول السريعه احنا نبي حل سريع يعني ما نبي اللي هو تقعد تنطر سنتين ثلاث سنين اربع سنين على ما تضعف انت. كلام أقرب للواقع. يمكن بما أن تكلمت عن الرياضة عبيدة وإحنا هذا الموضوع يعني ما تطرقنا له أبدا فلو تفيدنا فيه معاذ عن مدى أهمية الرياضة وكم بالمية ممكن نسبة تشكل لشخص والله بدأ رحلة نزول الوزن وقاعد يحافظ على نظام غذائي معين مدى أهمية الرياضة. في ناس يمكن تقدر تسوي الدايت بس ما تقدر على الرياضة والعكس صحيح كذلك. شوفي أختي هي الرياضة يعني ما في أحد تقول له أن روح نزل وزنك بالأكل فقط. إحنا نقول 50% الغذاء و 50% الرياضة. طبعا الرياضة المفهوم يمكن الكل مستوعبه أنه تسجل في نادي وتتمرن حديد. إحنا ليش نقول حق الناس حاولوا أن تلعبون ألعابنا فيها رفع وزن؟ ليش؟ عشان نزول الوزن ما يصير في ترهلات في الجسم في شيء يشد الجلد. والرياضات مختلفة يعني مو شرط ان انت يعني في ناس مو جوها نادي مو جوها حديد مو جو لا في حلول يعني الرياضه مو بس الرياضه هي اي شيء انت تسويه تخسر فيه سعرات سواء السباحه سواء كره السله كره القدم يعني مختلف انواعها ما تخلص. فاهم يعني الرياضه هي الساس
يعني ما في اوكي بتنزل كم بتنزل كيلو كيلو وين، ويعني انت ما قاعد، خلا اقول لك ان انت مو قاعد تبذل مجهود في اليوم تحرق السعرات، انت تبي تحرق السعرات، ما تبي تمشي على سعرات اللي تخليك على نفس وزنك. نعم. فالرياضة هي اهم شيء، يعني ما في انا كاخصائي تغذية ما انصح ولا احد طبعا، غير اذا مثلا خلينا نقول لا سمح الله في الشخص في اعاقة، الشخص في مثلا اشياء تمنعه انه هو يمارس الرياضة، في حلول اخرى مثلا اللي يولي مثلا امهات يقول لهم امهاتي بعد تقول لي انا ما عندي مشكلة في الركب، ما قدرت اتمشى ما اقدر، يما شوف لي حل. قلت لها يما انت تعرفين تسبحين؟ قالت لي يما يعني يا الله اشيل روحي. قلت لها حاولي تسوين اشياء على الاقل يعني ما يكون مكان غزير، وتسوين شوي تحركين روحك انه ما كان يعني ما بيصير ثقل على الجسم. يما هذه وذاك الحمد لله يعني انه حاولت في طرق، يعني ما في شيء يوقفك. الرياضه ما فيها ستوب. صحيح. انت تبي تسوي رياضه في 100 حل. وتختار الطريقه اللي تناسبك، تلائم عمرك، تلائم صحتك او طاقتك حتى. طبعا خلينا نفكر في الاشياء الاقتصاديه مثلا. الواحد ما يقدر يتكفل بانه يشترك شهريا في النادي. في حلول ثانيه، حلول ما توقف. صح. هي الاعذار هي اللي توقف. لا ان شاء الله ما حد عنده عذر ان شاء الله، لا المستمعين ولا المتابعين. يعني انا امي تقول لي ما انا ابى اروح جيم بس ما في احد يوصلني. قلت لها ما انا مشغول يعني ما يمديني كل يوم اوديك. اقول لها ما ترني شلون؟ قلت لها ركبت زينه. تقول لي قلت لها ما صعدي دار البيت ونزلي. بالضبط. انها اهم شيء تسوي رياضه في البيت. اتي هاي ما تعبانه شوفني نزل وزني. قلت لها اهم شيء التشجيع. صح. حتى لو ما تغير الشكل اهم شيء ان انت تشجع الشخص الاخر. الله يحفظها. اقول امين. تكون برها ان شاء الله. امين يا رب. ابرار برجع لك بسؤال وايد حلو عن شخصيتك وستايلك واللايف ستايل في الانستغرام بس عقب الاتصال ان شاء الله. جهاد مساك الله بالخير. اهلين مساء النور. أهلين شونكم. أهلين حياك الله يا جهاد. أهلا وسهلا. أنا حابة أشكركم على هذا البرنامج الشيق، وهم حابة أمسي على ضيوفكم اليوم عبيدة ومعاذ، كذلك أخصائيات التغذية المتميزة جدا واللي منورة اليوم شاشة تلفزيون البحرين والإذاعة، وإحنا وايد ترى نتابعها في الإنستغرام ونشوفها. أبرار عمران حبيبتي. سؤالي أهلا أبرار منورة حبيبتي. سؤالي لك أبرار، أمانة كنت راح أسأل نفس السؤال اللي نسأل إلى الأخ معاذ، اللي هو أنه ممكن الأشخاص تكتفي بجدول غذائي بدون ممارسة الرياضة. بعض الأشخاص قاعدين أنهم يأكلون أكل صحي لكن يقول لك أنا ما راح أمارس رياضة كوني ما عندي خبرة. هل الواحد إذا راح يروح الجيم يحتاج أنه يكون تحت إرشاد معين، أو ممكن يكتفي بتمارين الكارديو مثل ما احنا نسميها؟ واضح سؤالك يا جهاد، ونسمع الإجابة منك أبرار. يمكن هذا السؤال يشبه السؤال اللي سألناه لمعاذ قبل شوية، ومدى أهمية الرياضة وسط خوض الشخص أو المريض نفسه لنظام غذائي معين. خلنا أخذ جانب على السريع لأن أنا عندي 5 دقائق وعندي اتصال. جانب المدرب وجانب الإرشادات والكارديو، هاي سؤالها. طبعا دائما احنا نقول ان الرياضة والتغذية وجهان لعملة واحدة. الرياضة تكمل التغذية. نعم. ما في غنى، هي اللي تسوي الشيبينج. انت لو شنو تسوي من نظام غذائي وتنزل في النهاية مثل ما قال اخوي معاذ انه ممكن يخسر عضل الشخص. واحنا مهم عندنا البنية العضلية في الجسم، هي تشكل مناعة الجسم، هي اللي تحمل جسمك، وهي اللي يعني تحافظ على هذا المستوى، مستوى الاستمرارية في تنزيل الوزن. نعم. شوف في أشخاص ممكن يصيدهم ثبات، وحتى ممكن اللي سووا تكميم ممكن يثبت وزنهم لأنه فقدوا يعني بنية كبيرة من العضل. فإحنا لازم نحافظ على العضل أو نزيد من الكتلة العضلية عن طريق التمارين، والتمارين يا تكون اللي عن طريق الأوزان. نعم. الويتس أو البادي ويت، فمو شرط بعد أن إحنا نشيل أثقال، ممكن نسوي تمارين في البيت، تمارين ولكن هي تعتمد مثل السكوات تعتمد على وزن الجسم. نعم. سألت جهاد أن هل أحتاج إذا بروح الجيم لازم أكون تحت مشرف؟ سامح المقاطعة، والله أنا متضايق في الوقت بس لأن عندي اتصال أبي إجابة أسرع. هي كانت تكلم تحتاج كوتش أو لا. يمكن بس مو شرط أنها تشترك وياه، بس يعطيها الأساسيات، البوزيشن، شلون وضعية التمرين، خطأ أو صح فقط، ولكن هي تقدر تكمل بروح تأخذ إرشادات. ناخذ نوف. مساك الله بالخير نوف.
ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يسعد مساك يا نوف. نوف، سؤالك بشكل سريع إذا تكرمتي. تمام، أنا بوجه الأسئلة حق الأخصائية برور، بقولها ثلاثة أسئلة أربعة بسبب ضيق الوقت عندكم، يعني إذا تقدر تجاوب عليهم. تفضل. يلا تفضل. السؤال الأول شيء هو ذي بالنسبة لي أهم سؤال، اللي هو أخصائية برور، أنا حابة أني أشترك وياك في رجيم، فأبعرف هل ضروري أني أسوي التحاليل؟ لأنه أنا عندي ضيق في الوقت، يعني في فترة صباحية ما أقدر أروح أسوي التحاليل. نعم. وأنا وايد حابة إني أغير. السؤال الثاني نوف. حلو، التحاليل. السؤال الثاني إن أنا دائما في كل الرجيمات اللي أسويها ويا الدكاترة يصير عندي ثبات وزن من المرحلة البدائية، يعني في البداية، وما يكون عندي أي أمراض وأروح أحلل، ما عندي أي مشاكل. السؤال الثالث. صار عندي ثبات وزن. نعم. والسؤال الثالث إن هل النوم يأثر على الوزن ولا ما؟ واضح يا نوف، اعذرينا إحنا استعجلناش. أيوة، لكن وقتنا ضيق. كنترول، إذا ما عليكم أمر خلوا عندكم رقم نوف، بعد البرنامج احنا بنتصل عليها من الكنترول وتجاوبين عليها. جاوبها برا، لاننا احنا لازم نختم اليوم حديث معاكم شيق، واحنا دائما في حضور ضيوفنا الشيء اللي دائما وابدا يثرينا. اليوم ناس تواصلت معنا بتواجدكم كلكم، شكرا الاخصائيه ابرار، شكرا معاذ، وايضا شكرا صاحب التجربه، انت حمست الناس تسمعوا على فكره. لان شافوا الحلقه لازم لها جزء ثاني. انا اتوقع ان نحتاج، يعني ما قلنا، تستحوذ على اهتمام فئه كبيره من الناس، فكده احنا بحاجة أن نسمع أسئلة أكثر ويجيبون عليها إن شاء الله بإذن الله في حلقات قادمة. كلمة ختامية حق أهل الدعي، شو تقولين لهم في 10 ثواني؟ أقول لهم خلوا عنكم الأعذار، السلام، وخلوا عنكم الدايت باشر، الدايت اليوم. حق اللي متخوفين من بعض العمليات، معاذ من باب، عفوا عبيدة من باب التجربة. أنا طبعاً أقول حق كل متين ومتينة، أنتم جميلين زين، مهما كان مهما وصل وزنكم زين. وطبعاً نهاية اللي ما له دبيبة ما له هيبة. مع كلمة أخيرة صراحة يعني غير الموضوع، تشرفنا صراحة فيكم اليوم، استمتعنا يعني جوكم كلكم صراحة مفرح، وتشرفنا يعني فيكم. الله يسلمك، وإحنا تشرفنا فيكم كذلك. شكرا لتواجدكم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج دبل لايك. نتمنى أن إحنا كنا خفيفين عليكم في هذه الحلقة اللي كان محورها الحياة الصحية، وبإذن الله نغطي هذا الموضوع في حلقات قادمة ونستقبل اتصالات أكثر. بشذي وصلنا إلى الختام يا أنس. نعتذر من المستمعين الكرام اللي تواصلوا معنا، وبإذن الله تعالى نكون معاكم في حلقات جاية. دبل لايك بكرة إن شاء الله من 5 إلى 7 في أمان الله. إلى اللقاء.